بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، وبلا مقدمات، عنوان لقائنا هذه الليلة الفاجعة. يتقلب على فراشه يترقب ارتفاع أذان الفجر، ولما ظن أنه قد يكون وقت الصلاة قد حان وقد دخل، قام فزعا فنظر في ساعته، تيقن أن وقت الصلاة بالفعل قد حان، ولكن لم يؤذن لها ولم يسمع هو أذانا، فقال في نفسه مسترجعا: إنا لله وإنا إليه راجعون، لقد فعلها المجرمون. جعلوا الأذان داخل المسجد ونفذوا القرار الذي سمعهم يتشاورون فيه في المجلس، بادر إلى الوضوء والنزول ليدرك شيئا من الصلاة لو كان مدركا، وبعدها اجتمع هو وإخوانه للتشاور في المصيبة التي حلت بهم. فمن قائل: لا بد من مليونية للاحتجاج على هذا القرار. ومن قائل: لا بد من التوجه للقضاء، لأنه يكفل الحرية للجميع في ممارسة الشعائر. وقد صرحت ثلة العلمانيين قبل الانتخابات الأخيرة أنهم لن يمنعوا أحدا من فعل ما أراد طالما كان ذلك تحت مظلة الحرية المكفولة للجميع، لكنها تقريبا كانت وعودا زائفة كاذبة أطلقوها فقط ليتوصلوا إلى الكراسي فيفعلوا ما شاءوا. استمر الحوار والنقاش فعاد بذاكرته إلى الوراء. استمر الحوار والنقاش بين من ومن؟ أنتوا مش معايا؟ من مين؟ مسلم العلماني؟ من مسلم العلماني؟ أيوة بين هذا أنتوا خدتوا بالكم أنا قلت إيه ولا عيد تاني؟ أنت شكلكم مش معايا، عيد تاني. الراجل اللي نازل يصلي الفجر، إيه اللي حصل؟ هو بيتقلب على الفراش منتظر إنه يسمع الإيه؟ إيه، نشتغل بالفلاحي ولا إيه؟ ها؟ فما سمعش أذان، فقام قال ده تقريبا وقت الصلاة إيه؟ دخل، وفعلا قام بص في الساعة فنزل بسرعة عشان يلحق الصلاة. أول ما نزل وفعلا لقى الناس بتصلي، فقال بس عملها مين؟ المجرمون. إيه اللي عملوه؟ إن هم جعلوا الأذان داخل الإيه؟ ممنوع إن يسمع الأذان خارج الإيه؟ المسجد. قام اتوضى ونزل وراح صلى مع إخوانه في المسجد، وبعد ما خلصوا صلاة بدأوا يتشاوروا في حل الإيه؟ الأزمة، المصيبة الفاجعة التي حلت به. فاختلفوا، منهم اللي يقول عايزين مليونية عشان نحتج على هذا القرار، ومن قائل إن لابد من التوجه للقضاء، عايزين نرفع قضية، لأن العلمانيين قبل الانتخابات قالوا إحنا مش هنمنع حد يعمل أي حاجة، الحرية مكفولة للجميع. بس هو فهم بعد ما حصل اللي حصل ده إن الكلام ده كان كلام على ورق بس، كانت وعود كاذبة أطلقوها للتوصل للكراسي، وإذا وصلوا للكراسي فعلوا ما شاءوا. استمر الحوار والنقاش بين مين بقى ومين؟ بين صاحبنا اللي قام ده مفجوع ونزل يلحق الصلاة، وبين إخوانه اللي فين؟ اللي في المسجد. فعاد بذاكرته إلى الوراء متذكرا تلك الأيام الخوالي التي كانت قبيل الانتخابات الأخيرة، وما سمعه من حث العلماء والدعاء على ضرورة الاجتهاد في حشد أصوات الناخبين لاختيار الكتلة الإسلامية حفاظا على هوية مصر وحفاظا على دين الإسلام.
وكيف أنه رأى تهاون البعض وتكاسله وتعلله بالعمل تارة وبالأولاد أخرى وغير ذلك من الأعذار التي يعني تسمعها في هذه الأيام، أنا مش فاضي، أنا أولادي، أنا شغلي، أنا وقتي إلى آخره، حتى تمت الانتخابات بالفعل ولم تترجح كفة الإسلاميين والله المستعان، ووصلت للمجلس وكتبت الدستور تلك الثلة العلمانية التي لا خلاق لها، فكان ما كان. فقال متأسفا: يا ليتنا. وقبل أن يكمل التأوه والتألم رد على نفسه قائلا: وماذا تنفع يا ليتنا، وماذا تغني، وماذا تفيد؟ ثم قال لنفسه: ماذا لو تطور الحال فمنعنا من الصلاة في المسجد كما كان الأمر في تونس، كانوا يرصدون الذين يديمون الاستيقاظ لصلاة الفجر، اللي هو يعدوا كده في الشوارع لقوا النور والع كل يوم الفجر يتعلم على البيت، يعني ده كده غلط، اللي هو كل يوم يصحى الفجر وبيصلي في البيت مش بينزل الايه المسجد. وقد جعل لكل فرد هوية، بطاقة، كارنيه عشان يصلي بيه في المسجد اللي جنبه، لو راح مسجد تاني ما ينفعش يصلي فيه لأن الكارنيه بتاعه مكتوب فين، بس ما ينفعش يروح مسجد تاني. وقد كان بعضهم يخفي كتب العلم بل والمصحف تحت الأرض خوفا من بطش الظالمين، شيلوا المصاحف تحت البلاط، ولا تخطئ عيناك وأنت تمشي في الطريق لافتة وضعت عليها صورة للحجاب وعليها علامة إكس، كانوا كده في تونس يحطوا صورة للحجاب ويعملوا عليها إيه، زي ما أنت كده بتبقى ماشي على الطريق يقول لك في مطب صناعي في كذا في مين في شمال، عندهم في تونس يحطوا صورة للحجاب ويعمل عليها إيه. وكانوا يجرمون الزواج الثاني اللي هو التعدد، ويبيحون البغاء واتخاذ الأخدان والخليلات، يزني يبقى ليه عشيقة لكن زوجة تانية ايه ممنوع، جريمة. وقبيل الثورة تحدث بعض المسؤولين في تونس عن أثر الأذان في التلوث السمعي، لأن الأذان سبب من أسباب التلوث السمعي ودي مشكلة لازم تتحل، فعل الله بهم وفعل. كانت هذه استطرادة منه لأحوال العلمانيين في تونس قبيل الثورة أو قبل الثورة، جعلته أشد خوفا أن يحدث في إيه في بلده مثل ما حدث هناك. ولكن ما الحل، ما المخرج، هل تستطيعون أنتم أن تذكروا لي المخرج؟ المخرج أن يستيقظ هذا الرجل من نومه ويقطع هذا الحلم المزعج ويتدارك الأمر في هذه الأيام قبيل الانتخابات. فهمتوا حاجة؟ كابوس، بس للأسف ممكن يبقى إيه، ممكن يبقى حقيقة لو فضلنا كسلانين، لو فضلنا مكسوفين زي ما البعض يقول لك أنا أصلا ما أكسف أتكلم، أصلا أنا أكسف أقول لواحد أنت هترشح إيه وأنت ده بلاشه وده مش حلو وده كويس، أكسف أقول لواحد اختار الشريعة، أكسف إلى آخره كما يتعلل البعض. المخرج أن يستيقظ هذا الرجل من نومه وأن يقطع هذا الحلم المزعج ويتدارك الأمر في هذه الأيام قبيل الانتخابات التي يمكن أن نصفها بأنها، وانتبهوا، أخطر انتخابات تمر على مصر. لما؟ إذ على ضوئها سيختار نواب المجلس وتتشكل الحكومة، ثانيا تنتخب من هذا المجلس لجنة حوالي 100 لوضع دستور البلاد. فهل ندرك إخواني الخطر؟ كيف يكون الحل لو وصل إلى المجلس تجار المخدرات وشارب الخمر وغيرهم من اللصوص، كما نعلم من سيرة بعض المرشحين، يعني أخبرني بعض الإخوة منذ عدة أيام بعد صلاة الفجر قال لي فلان وفلان وفلان دول حرامي، الأولاني حرامي أراضي والتاني حرامي سلاسل بتاعت نساء، تخيلين، والتالت بياخد فلوس فردة في الموقف في الحتة الفلانية وعاملين له صورته وعاملين له عليها زبيبة صلاة، بس اللي بيصوروا عمل زبيبة ما زبطهاش كويس فعاملة زي الروج كده في إيه لطعة كده فين. فتخيل، تخيل لو وصل هؤلاء لمجلس الشعب كيف سيكون حال الحكومة المشكلة. ثم إذا اختير من هؤلاء من يكتب الدستور هيكتبوا إيه في الدستور،
أدركتم الخطر؟ أو ينوب عنا الفساق ومن لا عدالة لهم؟ كيف تكون الحكومة إذن؟ هل تذكرون صورة مجلس الشعب القديمة لما كنت أنت كده عينك كده قذرا تبص كده على اجتماع أو اجتماع من مجالس الشعب تشوف المرشحين عاملين إيه؟ أدي صورة أقول لك قاعدين نايمين، حد شافها؟ نايمين فعل؟ نايمين، إيه كمان؟ يشتم ها؟ الكلام ده مع بعض وده مع بعض وده يشتم في ده وده ها؟ موافقون موافقون، يعني صور ولا حول ولا قوة إلا بالله مأساوية. أنا أعود إخواني إلى ما كنا فيه من انتشار الرشا والمحسوبية والفساد، أتسرق منا مصر مرة أخرى؟ ثم الأمر الأخطر يتمثل في كتابة الدستور، وما أدرك ما الدستور؟ شقاء أجيال تلو أجيال أو سعادتها. إن شكل وإن وضع دستور إسلامي يخدم الشريعة ويخدم الهوية، تسعد أنت وأبناؤك وأبناء وربما أجيال لا ندري كم من الأجيال. إنه شقاء أجيال تلو أجيال أو سعادتها، إنه رفع لراية الشريعة أو حرب لها، إنه تحكيم لشرع الله عز وجل أو تنحية له والعمل بالقوانين الوضعية، إنه إطلاق للحريات وبغير ضوابط حتى نرى زواج المثلين، كفالة الحرية للشواذ. يبقى ده قانون موجود في الدستور، راجل يتجوز راجل، ست يتجوز ست، مالكش دعوة. إنها الحرب على دين الله عز وجل، ولربما وصل الحل إلى حل أسوأ من حل تونس أو سوريا أو غيرها. تعلمون في تونس أنه يقال لهم أسجد لربك اللي هو بشار عليه من الله ما يستحق في 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 سوريا ولا إيه، وفي بعض الصور الأخرى يقول له بشار جل جلاله والعياذ بالله. أنريد أن تصل مصر إلى هذه الصورة؟ هل ندرك إخواني خطورة هذه المرحلة؟ فنتخلى عن الأشغال لنتفرغ لحشد الناس لاختيار الإسلام بتعريفهم بالخطر القادم وذكر محاسن الشريعة وصفات من يصلح للترشح والانتخاب من العدالة. يعني مبقاش فاسق، مبقاش راجل بيصليش أصلا. يعني أنت لو عملت إحصائية في نواب مجلس الشعب قديما كم واحد بيصلي؟ خد بالك، وإذا أذن المؤذن حتى على الذين يصلون كم منهم من يترك انعقاد الجلسة المنعقدة ليخرج للصلاة؟ كم منهم من يدافع عن الإسلام وعن الدين؟ إلى الله المشتكى. العدالة، الأمانة والقوة، إن خير من استأجرت القوي الأمين، وغير ذلك من الصفات. وأن نبين للناس أن الصوت، أن الأصوات أمانة شهادة، والله عز وجل سيحاسبنا عليها يوم القيامة، وأنه لا يجوز كتمان الشهادة ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وأنك تسأل يوم القيامة عن هذا الذي أعطيت له صوتك، فماذا ستقول لله سبحانه وتعالى لو أعطيته لإنسان لا خلاق له ولا دين عنده؟ أو أنك تعرف أن غيرك سيعطي صوته لهذا الفاسد الفاسق وتسكت أنت، لا تتكلم، لا تخرج في الناس موضحا ومرشدا ومعلما، ماذا ستقول لله حينما يتغير شكل البلاد والسبب تكاسلنا؟ إخواني معشر الدعاء، بل يا كل مسلم انتبه، حدد هدفك من الآن. أتريد شرع الله أم شرع البشر؟ عايزين إيه؟ أتريد أن تنتشر الفضيلة وتنحسر الرذيلة أم العكس؟ حدد موقفك. أتريد الحرية المنضبطة بضوابط الشرع أم الإطلاق للحريات بغير ضابط ولا رابط؟ أتريد لبلدنا مصر التقدم والازدهار أم التأخر والانحطاط؟ هل يمكنك أن تحتمل وأنت تسير في الطريق أن ترى رجلا يضاجع امرأة أمام الناس، ولا تستطيع أن تفعل شيئا لأنها إيه؟ حرية. لو فعل ذلك في بلاد في بلادنا ماذا سنفعل؟ إخواني حدد، لنحدد موقفنا من الآن. لقد جربنا الأنظمة الأخرى 30 سنة وأكثر، فلما لا؟ لما لا؟ إيه؟ لا، ما نقولش نجرب الإسلام. فلما لا يكون اختيارنا هذه المرة للإسلام؟ لا أقول نجرب، لأننا نوقن أن الخير في اختيار الإيه؟ الإسلام، اختيار الدين في العمل بشرع الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات
من السماء والأرض. وقال عن أهل الكتاب ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل عليهم من ربهم لإيه؟ شوف تعبير الآية، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ونفس المعنى نقوله في القرآن والسنة، لو أننا أقمنا الكتاب والسنة لأكلنا من فوقنا ومن إيه؟ هذا كلام من؟ كلام الله، الله عز وجل الملك الحق المبين سبحانه، ومن أصدق من الله قيلا. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فالرخاء الاقتصادي في تطبيق شرع الله عز وجل، حتى وإن حدث ما حدث من شدائد ومصائب وابتلاءات فنصبر على ذلك، وربما نتنازل عن رفاهية ولكن لا نتنازل عن الدين ولا نتنازل عن الشرع. هل يخاف مسلم أن يظلمه الله؟ مين يقدر يقول كده؟ الناس اللي بتقول احنا خايفين من السلفيين دول لو وصلوا للحكم هيعملوا فينا ايه؟ طب السلفيين هيطبقوا ايه؟ التوراة ولا الانجيل؟ طبقوا الاسلام، الشريعة. شريعة مين؟ شريعة ربنا سبحانه وتعالى. يعني انت بتقول لربنا انا خايف تظلمني يا رب، ما هو ده لسان حالك كده. ما انت بتقول هما بيقولوا احنا هنطبق شرع، احنا عايزين شريعة. وطبعا الامر ليس على عواهنه كما يظن البعض، هيقطعوا هيعملوا هيمنعوا، الامر ليس كذلك، انما لذلك ضوابط وحدود تكلم فيها العلماء. انني لا اجد ردا على هؤلاء الناعقين المرددين لشبه العلمانيين ابلغ من ذلك. ان انت خايف ربنا يظلمك، يخوفون الناس من تطبيق الشرع من الاسلام. وهل الاسلام الا دين الله؟ الا دين الله وشرعه الذي شرعه لصلاح خلقه. فهل يخاف أحد أن يظلمه الله عز وجل؟ ثم كيف تفصل السماء عن الأرض ويترك شرع الله لشريعة البشر؟ يقول الله عز وجل ألا له الخلق والإيه والأمر، ألا له الخلق والأمر. كمل الآية كده، تبارك الله رب العالمين. تلحظ كده الانسجام بين أول الآية وآخرها، الخلق من صفات الإيه؟ الربوبية، والأمر صفات الربوبية برضه. طب هما بيقولوا مين اللي خلق؟ بينزعوا في كده لما تسألهم من خلقكم يقولوا إيه؟ الله سبحانه وتعالى. طيب مين اللي يشرع؟ ما هي زيها، الذي خلق ولا يشرك به في الخلق هو الذي ينبغي أن يفرد أيضا بالإيه؟ بالتشريع. والآية واحدة هي خلص بها الموضوع كله، رد على كل علماني. ألا له الخلق والإيه والأمر، تبارك الله رب العالمين. بعدها إيه؟ ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ها المعتدين. بعدها ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ركز معايا قوي. طب إيه الربط بين لا تفسدوا في الأرض وبين ألا له الخلق والأمر؟ يبقى صرف الناس عن العمل بشرع الله يساوي إيه؟ إفساد في الأرض. شوف الآيات كتير مننا بيقراها في سورة الأعراف وما إيه؟ مش واخد باله. وغير كده كتير من الآيات كده كتير جدا في القرآن. الله عز وجل كما أنه الخالق وحده وقد أقررتم له بذلك، فهو كذلك الذي له حق الأمر والتشريع وحده، ويجب أن يفرض بذلك، وإن لم نفعل كان الإفساد في الأرض، كما قال الله عز وجل في الآية التي بعدها بآية واحدة ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وكأنها إشارة إلى أن فساد العباد يكون في تعبيدهم لغير إيه؟ لغير خالقهم، وتحاكمهم لغير إيه؟ لغير شريعته. والله لا يصلح عباد الله إلا شرع الله، لا يصلح عباد الله إلا شرع الله. وهل يشك في ذلك مسلم؟ تشريعات التشريعات الوضعية من وضع من؟ البشر، والبشر فيهم النقص. أما تشريع الله له الكمال لأنه له صفة الله عز وجل. لا تجد مثلا يقولك تعديل المادة كذا في القانون كذا بمادة كذا، وبعدها يعدل المادة اللي عدل بيها المادة اللي تعدلت بمش عارف بقانون مش عارف، وبعدها بكم سنة ونفضل نرقع ونفضل ليه يعني؟ هو احنا أمة تايهة؟ احنا أمة ضيعة؟
احنا ملناش دين، احنا ملناش رب، احنا ملناش شرع، احنا ملناش دستور. وبعض الناس الغلابة يقولك يعني هو الاسلام فيه دستور، يعني ينفع يحكم ما تعرفش ده جاي فين ولا جاي منين ده ولا كان فين اصلا. اخواني الامر خطير، لو رجحت كفة العلمانيين فطبقوا مبادئهم والعياذ بالله تعالى، تلك هي الفاجعة. من مبادئ العلمانية إنكار وجود الله والعياذ بالله تعالى، إنكار الدار الآخرة وترك العمل لها، والتركيز على أن الدنيا هي المجال الوحيد للتمتع والملذات. يعني هي عيش حياتك، آخرة ما فيش آخرة، ما فيش بعد الدنيا دي شيء والعياذ بالله تعالى. عزل الدين عن واقع الحياة في سائر الأمور، يعني يقولون الدين لله والإيه والوطن للجميع، دع ما لله لله وما لقيصر، لا سياسة في الدين. كل دي مبادئ من مبادئ العلمانية والعياذ بالله تعالى. تحكيم العقل في جميع الأمور وإخضاع جميع الأشياء للتجريب حتى وجود الله والعياذ بالله تعالى، وللإجراءات المعملية، الزعم بأن الفقه الإسلامي مأخوذ من القانون الروماني، ويهدفون بذلك إلى تحطيم المكانة العظمى للشريعة الإسلامية في نفوس أبنائها، وينبني على ذلك الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل. ثم الطعن في حقيقة الأديان وتشويه حقيقة الإسلام والقرآن والنبوة، ورمي ذلك كله بالرجعية والتخلف، إقامة حاجز سميك بين عالم الروح وعالم المادة والتجربة، وإظهار أن القيم الروحية سلبية. الإنسان الصادق ده إنسان سلبي، مش عارف يمشي نفسه مع الإيه؟ مع الناس والمجتمع. نشر الإباحية والفوضى الأخلاقية وتهديم كيان الأسرة لأنها النواة الأولى في البنية الاجتماعية، تشويه التاريخ الإسلامي وتضخيم حجم الحركات الهدامة التي مرت في تاريخ الأمة، إحياء النزعات القومية وإشغال الناس بها، وتربية الأجيال على تقديسها واعتناقها، إبراز محاسن الغرب. تلاحظوا كل اللي بقوله بإيه؟ بيحصل. إظهار محاسن الغرب وإظهار الانبهار بحضارته وصناعته، وإغفال الجانب المظلم من واقع تلك الحضارة. ولذلك خطط ومظاهر في المجتمع الإسلامي ليس المجال مجال التفصيل فيها. إخواني المجال في هذه الأيام القليلة التي بقيت، حوالي 10 أيام، لا يتسع إلا للبذل والحركة، إلا لننطلق إلى الناس معلمين ومذكرين وأيضا محذرين ومنذرين، فالأمر جلل. أذكر لكم بعض الأمثلة التي تبين كيف يكون البذل لدين الله عز وجل، لكني أجد نفسي مشدودا لأذكر مثلا لكافرة قبل أن أذكر شيئا من تضحيات أسلافنا الأماجد، فلعل هذا يحرك فينا النخوة. امرأة وكافرة وتنشغل بدينها الباطل المحرف ليل نهار. أسألكم فأقول: متى تنسى المرأة أنها امرأة؟ مين يجاوب؟ ها؟ لما ما تلاقيش رجالة، أصل أنت لسه ما اتجوزتش. ها؟ متى تنسى المرأة أنها امرأة؟ ما تقولوا يا جماعة، لما يكون الراجل ضعيف الشخصية، لما تحل مكان الراجل. ها يا رجالة، لما تحارب. ها يا رجالة، فيش رجالة ولا ايه؟ تنتقم من الرجل. متى تغفل المرأة عن كونها أنثى؟ إن البعض ربما ينفي حدوث ذلك أو يظن وقوعه حين تكون بعض المخالفات الشرعية كمخالطة المرأة للرجل في مجال عمله. يقول لك الفلانة دي بتشتغل كذا والشغل ده ينفع للرجالة، بس هي نسيت إنها إيه؟ إنها ست ولا إيه؟ هو بعض بعضنا فكر كذا. وأنا أقول إن الهم قد يفعل ما هو أشد من ذلك. الهم يعني إيه؟ الانشغال بالشيء والاهتمام بالشيء. قد ينسى الإنسان نفسه بسبب ما يهمه وما يشغله، وقد يذهل ذلك عن أخص صفاته. أضرب لكم المثل بهذه المرأة الكافرة المسمى بإيزابيلا أو إيزابيلا صاحبة القميص العتيق كما يقال، ولكن هذه التسمية يعني كما يقال عنها. بداية أقول هي
إيزابيل بنت خوان الثاني ملكة قشتالة وأسبانيا. اعتنت الكنيسة ببناء شخصيتها ورعايتها حتى وصلت إلى الحكم، بل وأسقطت ملك المسلمين لغرناطة والأندلس نهائيا. ولمكانتها بينهم قام بعض القصاص الأسبان بكتابة روايتها، وطالب في كتابه برفعها إلى درجة قديسة. أنا عارف أن بعضكم ممكن يكون سمع القصة دي مني وإحنا بنتكلم عن تكوين الهم الدعوي، لكن هذا وقتها. وأما سر التسمية، ليه سموها صاحبة القميص العتيق؟ نالت هذه التسمية من جراء خدماتها أو خدمتها لنصرانيتها المحرفة لدينها الباطل، فقد قدمت الكثير من التضحيات والخدمات والخدمات لأجل دينها ولأجل أسبانيا، وأقسمت وقطعت على نفسها عهدا بعدم استبدال قميصها حتى تسقط غرناطة في يدها من سلطان المسلمين، وذلك قبل عدة سنوات من سقوطها. يعني هتقعد بهدومها كم سنة لحد ما يعني عايزة تقول لهم يعني مصممة أن المدينة دي تسقط في إيدي ومش هخلع هدومي إلا ما إيه لما تسقط في إيدي. وبالفعل سقطت المدينة في يدهم. فهل عرفت أخي متى تنسى المرأة أنها امرأة؟ هل ظهر لك أنها نسيت أنها امرأة فعلا؟ هل يتحمل ما يعرف بالجنس اللطيف ما ذكر عن هذه المرأة؟ إنها تحملت لأجل عقيدتها، ولو كانت التضحية بأغلى ما تملك فأين نساؤنا؟ بل وأين رجالنا؟ أين المسلمات صاحبات العقيدة السليمة، العقيدة الحق والدين الحق، ممن تبذل لدينها الباطل المحرف؟ وما انتهى أمرها فحسب، يعني ما انتهى أمرها عند ذلك، بل ذكر في ترجمتها أيضا أنها كانت سببا في توحيد جهود الملوك النصارى ضد المسلمين. وليس فقط، اسمعوا اللي جاي دي بقى، بل رهنت مجوهراتها لدفع مرتبات الجنود، وكانت تشرف على المعارك ضد المسلمين بنفسها. يعني شوف بعضنا ذات لما يطلب منه نفقة لخدمة الدين، وشوف الأعذار اللي بيقولها، وشوف النساء لما يطلب منهن النفقة. هذه المرأة رهنت الايه مجوهرات بتاعتها، ليه؟ لأن دينها عندها أغلى من الايه من ذهبها ومجوهراتها، دينها عندها أغلى من كل حاجة. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل الأشد والأنكى ما فعلته بالمسلمين هناك، إذ تعد واحدة من المسؤولين عن محاكم التفتيش في أسبانيا. عارفين محاكم التفتيش؟ أنا عايز أقول لك على كتاب تقراه، بس خايف تتصدم وانت بتقرأ فيه، ما تقدرش تقرأ، شعرك يشيب. رسالة صغيرة كده بتحكي إيه اللي كان بيحصل في محاكم التفتيش، وإيه صور التعذيب اللي كانت موجودة في محاكم التفتيش. رسالة بعنوان، والعجيب إن المصنف اللي هو المؤلف يعني ما قدرش يكتب اسمه على الرسالة، يعني أيام الإيه وجود الحكام الظلمة والطواغيت كتب الرسالة باسم مستعار. رسالة بعنوان قادة الغرب يقولون دمروا الإسلام أبيدوا أهله، المؤلف جلال العالم اللي هو الاسم المستعار، يعني قادة الغرب يقولون دمروا الإسلام أبيدوا أهله. هذه المرأة حرقت المسلمين وهم أحياء، بل لم يسلم الموتى من شرها، فحرقتهم بعد إخراجهم من قبورهم. يعني مسلمين وأموات ومدفونين، وطلعهم من القبور وتحرقهم وتولع فيه، ربنا يولع فيه. شفت الهمم التي تعمل لخدمة الدين الباطل المحرف؟ بل لم يعني عندما تتأمل في محاكم التفتيش، كان الرجل ربما يولد له الطفل ولا يستطيع أن يعلم الطفل القرآن. أنا عايزك تتخيل لو دي حصلت معاك، إن أنت تبقى عندك أولادك ها ومش قادر تعلمهم القرآن. عارفين ليه؟ خليك معايا، خلاص. عارفين ليه مش قادر يعلمهم القرآن؟ يا عم، عشان خايف إن الأولاد طبعا أطفال، فلو طلعوا في الشارع بيلعبوا ولا حاجة، أي ولد نصراني ولا كده حصل كلام، هيعرف إن أبوه إيه بيعلمه قرآن، خلاص انتهى. شوف الحال وصل بهم في أسبانيا لإيه لما حصل التهاون والتخاذل في الدفاع عن الهوية والدفاع عن الدين وحماية الدين، الذي ربما بعضنا يفعله الآن. يقول لك يعني أنا صوتي هيعمل إيه؟ يعني أنا لو ما اتكلمتش هيحصل إيه؟ أو البعض يقول لك ده أنتم إن شاء الله ناجحين ناجحين يا عم، أنتم مش محتاجيننا في حاجة. والبعض ربما يفعل ذلك، نقول لا،
ربما يعني الكفة ربما تتغير بصوت واحد، هذا الصوت الذي ربما يكون أنت السبب أو أنا السبب لأننا لم نتكلم أو لأننا لم نفاتح الناس في لزوم اختيار الأكفاء لهذه المناصب، ولم تقتصر جهود هذه المرأة في على أسبانيا فحسب، بل أرادت تنصير العالم الجديد. إيه العالم الجديد يا إخواني؟ أمريكتين. مولت الرحلة الجنوبية لكولومبوس لاكتشاف القارة الأمريكية وتنصيرها وضم ثرواتها للخزينة الأسبانية. فهل اكتفيتم إخواني أم أزيدكم؟ كل هذه الأفعال من امرأة واحدة، كل هذه الأفعال وهذا البذل وهذه التضحية من امرأة واحدة ولدين باطل محرف، هل لها في الآخرة أجر على هذا البذل؟ لها أجر؟ أنت إذا بذلت أنت واحتسبت فلك الإيه؟ الأجر. ولعل بذلك وتضحيتك تكون سببا في رفعة الدين وانتصار الشريعة. كيف يبذل الكفار ولا تبذل أنت؟ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. انظر للهمم، ثم انظر للموقف الآخر لهذه المرأة من أو في دعوتها لدينها المحرف الباطل أيضا، يذكره الدكتور محمد إسماعيل في كتاب علو الهمة، فيقول: حكى لي بعض الشباب المسلمين في ألمانيا أنه منذ الصباح الباكر ينتشر دعاة فرقة شهود يهو في الشوارع، ينتشرون في شوارع ألمانيا وينطلقون إلى البيوت ويطرقون الأبواب للدعوة إلى عقيدتهم. بمناسبة ألمانيا، بعض الإخوة يذكر لي أنهم كانوا عايزين يكونوا حزب إسلامي أو نحو ذلك في ألمانيا، قعدوا يجمعوا أصوات ووقفت على واحد بس مش لاقين إيه، وفعلا راحوا لتاجر عربي أو راجل عربي وطرقوا عليه الباب. خلي بالك من سياسة طرق الأبواب دي اللي احنا بننبه عليها في الفترة دي، مهمة جدا، لف على الناس. المهم دخلوا معاه وقعدوا معاه بتاع كده، وفي الآخر كرشهم قال لهم ايه حزبي وبتاعي، ومرضاش برضو يديهم ايه، فقالوا خلاص احنا ونصيبنا بقى ندور تاني. فشافوا كده معالم بيت، ظنوا انه مثلا يكون مسلم يكون تركي، فطرقوا عليه الباب دخلوا فلقوه مش مسلم، فقالوا خلاص احنا اسفين وبتاع ومعلش عايزين، قال لهم لا اسفين ليه، تعالوا في ايه، ايه الموضوع. قعدوا يشرحوا له الايه الفكره بتاعتهم الموضوع، قال لهم انا معاكم وانا اديكم صوتي، هو مش ايه مش مسلم، وفعلا خدوا صوته وكونوا الايه حزب بتاعهم. عشان ابين لك الامر خطير جدا، ما تتساهلش، بس انت معاك التليفون والتليفون مليان اسماء، انت مطلوب منك الليله دي او الايام اللي جايه ترن عليهم دول كلهم تقول لهم احنا فين، احنا مع مين، احنا مع الشرع ولا ضد الشرع، هتعمل ايه، هتختار مين، دي مسؤوليه دي امانه، ربنا هيحاسبك. الامر مش يسير، ندور على الناس في الشوارع لا مانع، وندور على الناس في البيوت لا مانع، ديننا يحتاج منا ذلك. يقول الشيخ: هؤلاء الدعاة للباطل ينطلقون في شوارع ألمانيا في الصباح يطرقون البيوت للدعوة إلى عقيدتهم. يقول: حدثني أحدهم، اسمع بالله عليك الموقف ده، أن فتاة ألمانية منهم طرقت بابه في السادسة صباحا. يا لعلو الهمة، بتشتغل من إمتى؟ تعال أنت أقول للإخوة كده عندنا كذا من الساعة 6 الصبح ولا بتاع، وشوف بقى الحال إيه، ولا عندنا مثلا مسيرة هنلف في الحتة الفلانية مثلا، تلاقي نفسك تخزل. إلا ما شاء الله، نعم في الإخوة خير كثير، وفيهم والله من يبذل، وعند الله فقد جزاؤه الذي يواصل الليل بالنهار، الجندي المجهول هذا لا يضيع بذلك أبدا أخي عند الله، لكن هناك تقصير، نعم هناك تقصير، وإن استسغنا التقصير في سائر حياتنا وسائر أيامنا فلا ينبغي أبدا ولا يجوز أن يستسغ التقصير في هذه الأيام، لأن الخطيئة في هذه الأيام ربما تمتد لأجيال تالية بعد ذلك، ونكون نحن السبب والعياذ بالله تعالى. تطرق عليه بابه في السادسة صباحا، فلما علم أن غرضها دعوته إلى عقيدتها بيّن لها أنه مسلم، يعني عايز يقطع الإيه الطريق عليها من الأول، يعني لها أنا مسلم عشان ما تتكلمش، زي بعض الناس يقول لك احنا داخلين على رأس السنة والنصارى هيهنوني أعمل إيه وبتاع، قلت له ادعي لي الإسلام، أول ما يلاقيك بتدعي لي الإسلام إيه مش هيعرفك، بس قلت له ما تنفرهوش، ادعيه بالحكمة بالموعظة الحسنة، حببه في الإسلام لعل ربنا يهديه على إيدك، كلمة وعرفه إيه ليه احنا بنهنيش،
وليه احنا بنقول عليك وكذا، بالراحة ادعي، خصوصا الفترة دي ما فيش ولا امن ولا مشكلة زي ما كنا خايفين زمان، ايه ابدأ اجتهد في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. فصاحبنا ده برضو عايز يقطع عليها الطريق، فقال لها انا مسلم، عشان تخلي عندها دم وايه وتمشي، لا، فظلت تجادله وتلح عليه ان يمنحها ولو دقائق من اجل المسيح. زي ما انت بتقول له لله بس اكلمك خمس دقائق، دي بتقول له لايه؟ من اجل المسيح. يقول فلما راى اصرارها اوصد الباب في وجهها. في ناس ما بتستحيش، ما ينفعش معاها الا ايه؟ بس ما فيش فايده. طب هو بعد ما قفل الباب في وشها، تخيلوا انها مشت لكنها اصرت على تبليغ عقيدتها، فوقفت تخطب امام الباب المغلق قرابه نصف ساعه. انا بقول لك ده هم 3 دقائق 5 دقائق ممكن ربنا يعني يوفقك في ان انت تجيب صوت او صوتين يبقوا سبب في ترجيح الكف، واخد بالك؟ او انت راجل بتبيع في محل ولا حاجه، او تاجر، اي واحد يلاقي ايه الاخبار واحنا مع مين وكده وكلمتين، انت لا تدري. وكثير من الناس ينتظر منك فقط هذه الكلمه، بس عايزك بس تقول له تفتح مع الكلام. وديت ست امراه وتقف وفي هذا الوقت الباكر ومش خايفه على نفسها، يعني المفروض الكلام ده لو انتشار بقى يبقى الرجال، عشان الوقت يعني مش مناسب خالص. لا، امرأة وتقف نصف ساعة تخطب وتشرح لها عقيدتها وتغريه باعتناق دينها. فما بالنا معشر المسلمين، يجلس الواحد منا شبعان متكئا على أريكته إذا طلب منه نصرة الدين الحق. تأمل أخي فيما ذكرته لك من هذا الموقف، هذه امرأة كافرة وتدعو إلى الكفر، ومع ذلك تتحمس وتتحرك ولا تنتظر الناس يأتون إليها، بل تذهب هي إليهم. فما المانع أن نفعل ذلك نحن أصحاب الحق؟ ما المانع أن نفعل ذلك ليصل النور لكل بيت؟ ما المانع وبالضوابط الشرعية أن نذهب للناس في بيوتهم ومحل أعمالهم وأسواقهم ونحدثهم عن ضرورة وحتمية اختيار الشرع وتأييد من ينادي بالتزام شرع الله عز وجل؟ أو ننتظر حتى يختار من ليس للأمانة أهلا وليس لها كفؤة فتضيع البلاد ويظلم العباد؟ أو ننتظر حتى تتشكل لجنة تكتب دستورا علمانيا يغير هوية البلاد؟ أحبتي في الله، شريعة الله عز وجل هذه غالية علينا. لو فرض وأنك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأرادك أن تدافع معه عن الإسلام، فماذا أنت فاعل؟ تخيل نفسك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لك عندنا بكرة معركة، عندنا جهاد في سبيل الله، هتطلع ولا تستخبى في البيت؟ هتقولوا إيه؟ مش عايز، صعب. أنا بقول لك فعلا صعب، لأن اللي بيقول أنا هطلع وروحي فداك يا رسول الله وروحي من أجل الإسلام، وتيجي تقول له دلوقتي الإسلام أهو، الإسلام محتاج لك، الإسلام في حرب، يا علمانية يا إسلام، أنت بتعمل إيه؟ ويجي يقول لك انا بس اشر بس كده وانا اطلع معاه واخلص واقتل واعمل واخلي. طب انت دلوقتي ما هي معركه ومحتاجاك، انت لو كنت صادقا فيما تقول فاين بذلك الان؟ واختم كما ذكرت من مواقف الكافرات، وكان المنبغي ان نقدم مواقف المسلمات، ولكن لذلك عله كما ذكرت لكم. اختم بموقف او بموقفين لبعض أسلافنا وأيضا من بذل النساء. الموقف الأول لصحابية تسمى نسيبة بنت كعب، ولربما البعض ما سمع عنها إلا الآن. نسيبة بنت كعب أم عمارة رضي الله عنها في أحد، شهدت محاولة المشركين قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقدمت وفدته بنفسها، فضربها ابن قمئة على عاتقها ضربة تركت جرحا أجوف. ابن قمئة ده مين؟ ده اللي كان بيدور على النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقتله. انتوا عارفين اللي حصل فرار في غزوة أحد، فنسيبة هذه لما رأت ذلك ثبتت هي لتدافع عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن قمئة جاي عشان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، لقى مين وقف في سكته؟ نسيبة، ضربها ضربة سابت جرح أجوف. تخيل الضربة دي بقى شكلها ايه. ثم ضربته هي عدة ضربات بسيفها، مش لما ضربها والولت وصرخت ويا لهوي وبتاع وجريت وكده، لا، ده هي كمان ايه، ضربته عدة ضربات ولم تتراجع ولم تفر، بل صمدت في المعركة حتى أصابها 12 جرحا.
تخيل كده نفسك كده وجسمك في 12 حتة مفتوحة وانت راجل، ما بالك ما تبقى دي امرأة، 12 جراحة. اسمعوا معي لكلامها رضي الله عنها كما ذكر ابن سعد في الطبقات والذهبي في السير وابن حجر في الإصابة، تقول: رأيتني وانكشف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بقي إلا في نفير، يعني قلة، ما يتمون 10، يعني حوالي كم؟ 10. ودي إشارة، خلي بالكم برضو أن الله عز وجل غني عنا جميعا وعن بذلنا، إن تتولوا إيه؟ دين الله منصور، ولكن الشرف لنا إن كان هذا على أيدينا وكنا سببا في ذلك. فرغم هذه الشدة أيضا انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان حوالي 10. تقول: وأنا وابنايا وزوجي بين يديه نذب عنه. تلاحظ إيه؟ أنا وابنايا وزوجي، البيت كله يا عم بيدافع، البيت كله شغال. مش تقول له، مش أقول لك دلوقتي مراتك جابت كم صوت، تقول لي أصل وفصل والظروف ومش عارف إيه. طب أولادك، أخد بالك؟ شوف الكسل بتاع بعض الإخوة وبعض الأخوات، جايين يدوروا دلوقتي البطاقة بتاعتي فين، أصل مش لاقياها، أصل راحت، أصل كذا. طب اعمل بقى بطاقة كده، لا ما فيش خلاص ما اتقفلت. ده كلام بالله عليك؟ دي ناس شايلة هم شريعة؟ دي ناس خايفة أن البلد تتحرم من الشرع؟ ما ينفعش والله، ده لعب، ده تهريج. شوف البيت كله طالع يجاهد، أنا وابنايا وزوجي بين يديه نذب عنه. لو جالك النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي كده وحواليه أعداء وبيقتلوه، أنت هتبقى فين؟ أكيد هتدافع عنه ولا هتسيبه؟ طب ما دينه هو دلوقت، لما تقول له أخ تعالى عندنا سهر 5-6 ساعات، أو عندنا للفجر، أصلا أنا عندي دراسة، أصلا أنا عندي امتحانات، أصلا. طب الصحابة سابوا إيه؟ عملوا إيه في دراستهم؟ وعملوا إيه في بيوتهم؟ عملوا إيه في أموالهم؟ صهيب لما طلع من مكة رايح المدينة كله، يعني قالوا له: جئتنا صعلوكا لا مال لك، انت جاينا فقير وجاي دلوقتي عملت الفلوس وطالع من مكه، قال لهم: اقول لكم على فلوسي وتسيبوني؟ وقالوا نعم، قال لهم فلوس حته الفلانيه وراح المدينه معهوش حاجه. تخيل لما انا اقول لواحد، وخصوصا من الاخوه الصعايده اللي بيجوا من الايه؟ الصعيد، يقعدوا مثلا 10-15 سنه، يعمل ايه؟ اخد بالك؟ يكوش ويحوش، اخد بالك؟ فيتقال له: والله عايزين الكام قرش دول بتوعك عشان خدمه الدين، يعمل ايه؟ يقول لك: ده ايه ده؟ مجهود، خد بالك، ده مجهود يا ابوي، ده مجهود مش عارف ايه. اسمع بقى الاعذار وغيرهم طبعا، بس المفروض النخوه والرجوله في هؤلاء اكثر. فصهيب لما يتقال له: شغل السنين ده وربح السنين ده هيتاخد منك ولا الاسلام، تختار ايه؟ نختار ايه؟ اختار الدين. واحنا بنقولش للناس، ما بنقولش للاخوه سيبوا كل حاجه، بنقول فتات نخدم به الاسلام ونخدم به الدين. فمن للإسلام إخواني؟ من ينصر دين الله عز وجل؟ من يدافع عن دين الله عز وجل؟ من ينفق من أجل نصرة الدين؟ انظر للصحابة لما تركوا بيوتهم في المدينة، في مكة، وهاجروا إلى المدينة. طب هم دلوقتي هيسكن فين في المدينة يا إخواني؟ هيسكن فين؟ فندق إيه اللي كان موجود في المدينة أيامهم؟ طب واحد يقول له هتهاجر من مكة للمدينة وانت بقى ما، طب ازاي ما رتب لنا؟ طب هنروح فين؟ طب الاكل، طب التجاره، طب الشغل، طب ما فيش اي حاجه. هم ليه هم ضحوا بكل ده واحنا بيتعرض علينا ان احنا نضحي بحاجه؟ ما لو اتقال مثلا لواحد: سيب شغلك وخد اجازه واقعد عشان تخدم الدين، ممكن يعملها؟ لو اتقال لواحد: السنه دي ما فيش امتحانات، هتسيب، هتعيد السنه دي، السنه الجايه، طالب، هيعمل ايه؟ واحنا ما بنقولش كده عشان ما حدش يفهمني غلط، لكن سدده وقاربه لعلك تجتهد وتبذل في مذاكرتك وحفظ وقتك لتنهي دروسك سريعا لتخرج لخدمة الدين، فيبارك الله عز وجل لك وفيك. لكن التخاذل والتكاسل الموجود وتقديم الأهواء والشهوات والرغبات على الدين ما ينفعش. هو لماذا يعني الضروريات الخمس كما نعلم أولها حفظ الإيه؟ حفظ الدين مقدم على كل شيء، النفس والمال والعقل كله، حفظ الإيه أول حاجة، أغلى حاجة عندنا إيه؟ ديننا. حتى بعض الإخوة شوف يعني بيتبسط معايا في الكلام، قال لي: أصل الثورة دي جت ببلاش، الثورة دي عايزة شوية دم كمان. وإن كنت لا أوافق على ذلك يعني، وليس الأمر كذلك، وإنما نسترشد بأقوال العلماء، لكن انظر لفهم هذا الرجل.
هو يقول أنا أبذل وأبذل طالما أن في ذلك حفظا لديني. هذه المرأة تقول أنا وابنايا وزوجي بين يديه نذب عنه والناس يمرون به منهزمين. تقول ورآني ولا ترس معي، عارفين الترس الإنسان بيمسكه في إيده كده، فرأى رجلا موليا ومعه ترس. النبي صلى الله عليه وسلم شاف واحد ماشي بيجري ومعه إيه؟ ترس بتاعه، فقال ألقي ترسك إلى من يقاتل. يعني أنت واخد ده وبتجري ما تدي لإيه؟ واحد واقف يقاتل وانت هتمشي امشي بس ما تاخدش الايه. تقول فألقاه فأخذته فجعلت أترس به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عن نسيبة. تقول وإنما فعل بنا الأفاعيل أصحاب الخيل. يعني أصحاب الخيل اللي هم راكبين الحصنة، يعني عايزة تقول إيه؟ قالت اهي لو كانوا رجالة مثلنا أصبناهم إن شاء الله. إيه الرجولة دي؟ يعني عايزة تقول إحنا كنا على رجلنا وهم راكبين الخيول، يعني لو كانوا على الأرض كنا إيه نزبطناه. يعني هو بس المشكلة في كده، وهتقول لك هتجيب لك مثال اهو. تقول فيقبل رجل على فرس فيضربني. امرأة هي خلي بالك وجاي واحد على فرس وبيضرب، فترست له بتحمي نفسها منه فلم يصنع شيئا وولى. ربنا إيه نجاها. فطب هو ربنا نجاها وكان جاي ده يضربها، تسيبه بقى يجري ولا تجري وراه؟ ها؟ تقول فأضرب عرقوب فرسه. يعني بعد ما هو ما عرفش يضربها ومشي، راحت هي ماشية وراه جايبة من إيه؟ من ورا من عرقوب الفرس، فوقع على ظهره. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصيح، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصيح يا ابن أم عمارة أمك أمك. يعني إيه؟ إلحق أمك، ما إيه مشتركة في 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 معركة مع واحد من الكفار. قالت فعاونني عليه حتى أوردته شعوب. يعني حد ما وديته شعوب. عارفين شعوب؟ اسم من أسماء الموت. يعني عايز تقول إيه؟ أنا وابني إيه؟ تويناه، خلصنا الموضوع. امرأة تخيل، بالله عليك لما تيجي دلوقتي في أضحية العيد تقول لي زوجتك تيجي تذبحي، تيجي تذبحي تقول لك إيه؟ ما ترد. وده ده خروف مثلا، ده مثلا بقرة. أخد بالك أنت عارفين النساء فيهم طبع الإيه؟ الرقة واللطف. دي بقى بتذبح كافر، شوف الشجاعة. وصورة أخرى أيضا لبذلها ولكن وهي مسنة، إذ خرجت لقتال مسيلمة في اليمامة. يعني شوف المعركة أحد كانت سنة كام؟ 3 هجرية. وشوف بقى عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم المدة دي كلها، وعاشت في خلافة الصديق لما جت حروب الردة، وفي مسيلمة الكذاب يدعي النبوة طلعت كمان عشان ايه؟ تحارب. يعني ده جندي قديم، ده واخد بالك طلع برضه في ايه؟ في معركة الردة. تخرج وهي مسنة لقتال مسيلمة في اليمامة فتجرح 11 جرحا. أحد كام فاكرين؟ وهذه كمان مسيلمة كام؟ لسه كمان. وتقطع يدها، يدها اتقطعت في المعركة. وتقدم المدينة وبها الجراحة، يعني رجعت من المعركة وجسمها في الجراحة. فيرى الصديق رضي الله عنه هو خليفة يأتيها يسأل عنها رضي الله عن أم عمارة. ثم هذه امرأة أخرى أختم بها، وهي خولة بنت الأزور. أسرت مع مجموعة نسوة. أسرت أسماء بنت السكن بالمناسبة في معركة من معارك المسلمين مع الروم، معركة اليرموك. قتلت 9 امرأة. قتلت كام؟ بإيه تعرفوا؟ بعمود الخيمة. تعرفين الخيمة؟ في النص في إيه؟ عمود. ما لا معاها ولا سلاح ولا حاجة، قعدت تداوي الجرحى والمرضى. أخد بالك هاجم عليها الروم في الخباء. تخيل بقى حال المرأة من بتوعنا دلوقتي لو هجم عليها حرامي ولا لص في البيت، ولا اتقال بس العمارة فيها حرام مش هجم عليها. طب وليه حرامي ولا فار ولا صرصار ولا؟ احنا عارفين الوضع. تخيل دي بقى ما يهجم عليها الروم يعني انا مش عارف عملتها ازاي دي والله، استخبت دي ولا جابت 9 بعمود الخباء فنالوا نصيبهم. يعني هم دخلوا عليها خدوا الايه الواجب 9. خولة بنت الأزور أسرت مع مجموعة نسوة في بعض المعارك، فلم يستسلم بل وقفت تحمسهن وتشجعهن وتضرم نار الحمية في قلوبهن، مع أنهن لم يكن لهن سلاح.
قالت لهم ايه؟ خذنا أعمدة الخيام وأوتاد الأطناب. انت عارف الخيمة فيه عمود في النص وفي الجوانب فيه الأوتاد، فقالت لهم ناخد العمدان دي والأوتاد ديت، تبقى دي الأسلحة بتاعتنا، ونحمل على هؤلاء اللئام فلعل الله ينصرنا عليهم. ثم أوصتهن قائلة، شوف الوصية، لا ينفك بعضكن عن بعض، يعني ايه؟ وكن كالحق الدائرة ولا تتفرقن فتملكن، فيقع بكن التشتيت، يعني خليكم مع بعض كتلة واحدة، واحطمن رماح القوم واكسرن سيوفه. يعني انتم معاكم عمدان خيام وهم معاهم سيوف، انت بالعمود بتاعك يجي يضربك بالسيف يعملي ايه؟ يكسروا له السيف بتاعه. وهجمت خولة وهجم النساء وراءها وقاتلت بهن قتال المستميت المستيئس، لان هما يا قاتل يا ايه، مش هينفع، ما لهاش حل غير كده. حتى استنقذتهن من ايدي الروم وخرجت بهن وهي تقول، فعلا طلعوا من ايدي الاسر، من ايدي الروم، من اسر الروم، خرجت وهي تقول نحن بنات تبع وحمير وضربنا في القوم ليس ينكر. والفخر في هذه المواطن مطلوب، لأننا في الحرب نار تسعر. ده امرأة اللي بتقول كده، لأننا في الحرب نار تسعر اليوم تسقون العذاب الأكبر. وهذه صورة من صور بذل النساء. ولو رحت أستقصي لكم إخواني صور البذل والتضحية لأجل هذا الدين بالنفس والمال والولد من حياة الصادقين والصادقات لطال المقام وما انتهى الدرس، لكنها ومضات أحسبها كافية لمن كان له قلب وفي قلبه لإسلامه حب ليتحرك ويبذل من أجل دينه، سيما في هذه المرحلة الحرجة. فما قائمة بذلك أخي؟ وكم صوتا ستجمع لرفع راية الشريعة؟ وكم ساعة ستنفق من يومك وليلتك خدمة لدينك؟ وكم شخصا وكم إنسانا ستقنعه بضرورة الحل الإسلامي واختيار من ينادي بتطبيق الشريعة لتمسك ورقة وقلما وتدون خدماتك لدين الله عز وجل، والتي ترجو ثوابها من الله عز وجل يوم القيامة؟ إن هذه الأيام ستمر بلا شك، لا شك في ذلك، وسيأتي زمان على مصر يجلس أهلها يتحدثون عن هذا الجيل وكيف أنه خذل الدين أو نصره، فكان ما كان من تحديد لمعالم وملامح مصر، مصر المستقبل، ولا ربما دول أخرى كثيرة أيضا تابعة لمصر. ثم الأفضل من ذلك ما سيكون في موقف القيامة حين يجمع الخلق ويأتي الصادقون الذين بذلوا لهذا الدين، الذين يواصلون الليل بالنهار ويضحون بالغالي والرخيص والنفس والنفيس خدمة لدين الله عز وجل، ويأتي كذلك المقصرون المفرطون فيتحسرون ويندمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا ولا يستبدلنا، وأن يولي علينا من يصلح، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.